مشاهدينا الكرام من تونس والعالم العربي، أهلا بكم. سويعات قليلة تفصلنا عن حفل الافتتاح الخاص بفعاليات الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وكالعادة نوافيكم في نشرتنا بآخر الأخبار والندوات والفعاليات التي يتم تنظيمها على هامش المهرجان. وتجدون في نشرة اليوم ندوة الأفلام الوثائقية، تحديات الإنتاج والفرص المتاحة، ندوة التعليق الرياضية في الوطن العربي مدرسة أم مدارس، أيضا توزيع جوائز التبادلات الإخبارية والبرامجية وتكريم رؤساء لجان التحكيم ومقرريها. متابعة طيبة للجميع، نلتقي في نشرة قادمة. صعوبات إنتاج الفيلم الوثائقي وتمويله من أبرز التحديات المطروحة في العالم العربي، هذا ما خلص إليه المتدخلون في ندوة حول الأفلام الوثائقية، تحديات الإنتاج والفرص المتاحة، التي انعقدت أمس بمدينة ثقافة على هامش الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الندوة أدارها المخرج التونسي نضال شطة، وأثاثها المخرج السوداني سيف الدين حسن، والمنتج والمخرج الألماني ديتر روزر، والمخرج والمنتج الإيطالية ماركوس نيكلا. ما عندناش سيناريوهات باهين، ما عندناش مواضيع، عندنا مواضيع أما ما فماش ناس يخدموا على الشريط، على الفيلم الوثائقي بصفة يعني دقية وبصفة مستمرة. هذه نقطة الضعف متاعنا. دونك اليوم الحاجة الباهية اللي شفنا شوية الأشغال نتاع الخبراء اللي جابوهم، اشغال الراي، اشغال في الصين، اشغال في عمان، وشفنا وفهمنا اللي فما الوثائقي وفما الوثائقي الروائي، زاد الدوكي دراما يعني الفيتشر دوكيومنتري، اللي هو يحل مجال اخر، افق اخر على خدمه شغله الوثائقي، الافلام الوثائقيه. وأجمع المخرجون والمنتجون المتدخلون أن مسألة تمويل إنتاج الأفلام الوثائقية من أبرز العقبات التي تحول دون تطوير الفيلم الوثائقي، كما أن الوضعية السياسية الهشة لبعض الأنظمة العربية قيدت عمل المخرجين للأفلام الوثائقية. كل ما يفكر فيه أي مخرج عربي شاب وفي بداية حياته المهنية كانوا فكروا فيه مخرجين يعني كهول في مناطق أخرى في العالم وبمستويات وبإمكانيات تفوق بكثير قدرة ومستوى ويعني إمكانيات المتلقي أو يعني المنتج أو المؤلف العربي الشاب كان أو كهل. مثل هذه البرامج تواجه تحديات كثيرة، منها تحديات مالية بعدم وجود الدعم المادي الكافي، لأن هذه البرامج يتم تصويرها outdoor ويتم تصويرها في الصحراء وفي البحر وفي المناطق المفتوحة، فهي تتعرض كذلك لتحديات مناخية، فطاقم العمل يجب أن يكون شغوف، يجب أن يكون ملم يعني بطبيعة اختلاف هذه الأجواء، فهم يعملون تحت الشمس، تحت الأمطار، في العواصف الغبارية. وعندنا يعني في من ضمن قريب 300 فيلم تسجيلي راح تلاحظون أن حتى في العواصف في عندنا تسجيلات، العرض ممتع دائما يكون فيها لأنها مقدمة بشغف. ولتلافي مشكل التمويل دعا المتدخلون إلى ضرورة تكثيف الإنتاجات المشتركة بين الدول العربية للنهوض بمستوى وجودة الفيلم الوثائقي العربية. التحديات هما التمويل أولا، عندك تمويل الأفلام، الإنتاج المشترك اللي هو صعيب خاطر يلزم وثيقة ما بين المنتجين، تمشي تشوف منتج من الكويت ولا منتج من إيطاليا ولا فرنسا، يلزمك تحضر الأرضية، يلزم فما أرضية ثقة وخدمة على الموضوع وعلى السيناريو. دونك هذا الكل يلزمه يتلم مع بعضه باش الانتاج المشترك معناه يولي في البلدان، خاطر احنا نقطة الضعف نتاعنا في العالم العربي هي المنتج، هي انتاج الأشرطة الوثائقية.
وضع البعض الآخر إلى ضرورة أن يهتم الفيلم الوثائقي بمواضيع ثقافية واجتماعية وبيئية مع الحرص على توفر سرد روائي جيد. على الرغم من وجود مواضيع مختلفة ومواضيع نقدر نقول أنها يونيك ونادرة عندنا في الوطن العربي، إلا أن للأسف إحنا الإعلام إحنا يعني له مسمى حديث جدا وهو الإعلام البيئي. إحنا في يعني عرض مثل هذه البرامج الوثائقية المختصة في الشأن البيئي للأسف هو إعلام خجول جدا في الوطن العربي، على الرغم من وجود يعني معلومات كثيرة وقضايا كثيرة تتشارك فيها الدول العربية، إلا أن هذا النوع من الإعلام ضعيف جدا. لكن لله الحمد قدرنا أن احنا على مدى هذه السنوات في من داخل الكويت تقدمنا كذلك يعني بإنجاز أكثر من 293 فيلم قصير تسجيلي ضمن سلسلة البرامج الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية، تناولت التنوع الأحيائي في الدولة، وهي طبعا وهو تنوع على فكرة مقارب جدا للتنوع اللي موجود في الدول العربية، اللي يخلي مثل هذه السلسلة مناسبة للدول العربية كذلك أن السلسلة تغطي الاسم العلمي اللي هو اللاتيني للكائن الحي، وتغطي الاسم كذلك الإنجليزي المتفق عليه، والاسم العربي كذلك وفق المصادر والمراجع العلمية. ورغم الصعوبات التي تقف عقب أمام إنتاج الفيلم الوثائقي العربي، فإن المخرجة والمنتجة الفلسطينية مروة جبارة تيبي تحدثت عن وجود نماذج عربية ناجحة في هذا المجال. خلينا نبدأ بأن نبارك للمغرب فوزهم بكان من خلال فيلم أسماء المدير اللي هو كذب أبيض، بقدراتها بنت مغربية راحت على مهرجانات دولية وبالتعاون مع الجزيرة الوثائقية ختمت ختم كبير بكان وأخذت كل أهلها عائلتها من المغرب يمشوا معها على البساط الأحمر. هذا تحدي جميل، جميل أن نبدأ به. المقارنة بين الإنتاج العربي والغربي في مشكلة كبيرة، لأنه في ميزانيات مختلفة كليا، وعلى فكرة الإنتاج كمان بالغرب للفيلم الوثائقي عنده تحدياته، فبالتالي يعني حرام نعمل هاي المقارنة، وأحلى نحيي كل المبادرات العربية الجميلة واللي هي أمثلة يحتذى بها، وأنا كثير فخورة فيها، وفي نماء يعني جميل جدا والتطور جميل جدا للحراك بالفيلم الوثائقي العربي اللي لازم نكثف منه بإنتاج مشترك عربي إنتاج مشترك عربي غربي، وأهم شيء يكون في، وهذا يحتاج قرارات سياسية وإدارية، اتفاقيات إنتاج مشترك مع كل العالم. ندوة الأفلام الوثائقية، تحديات الإنتاج والفرص المتاحة، شكلت كغيرها من الندوات والورشات التي انتظمت على هامش مهرجان الإذاعة والتلفزيون رصيدا إضافيا يمنح المهرجان مزيدا من الزخم والعطاء وتبادل الخبرات والتجارب، ليعزز بذلك مستويات العمل الإذاعي والتلفزيوني في الدول العربية. هذا معرض عظيم لأنه بيعكس عمق واتساع العالم العربي، ثقافة متنوعة ومتعددة، شيء يبهج النفس. وحقيقة عندما يرى الإنسان هذا العرض وهذه الشركات وهذا التنوع
يعني حقيقة يشعر بالثقة في المستقبل، في المستقبل العربي، لأننا لدينا قدرة على أن احنا نلحق بالتقدم العلمي والفني والثقافي، وبالتالي شيء مبهج، والمستقبل لنا بإذن الله كأمة عربية. كرة من كارفاخال، كارفاخال خطيرة، يا رونالدو، يا رونالدو، يا كريستيانو يا كبير، يا كريستيانو، يا رونالدو. التعليق الرياضي مدرسة أو مدارس، كان هذا عنوان الندوة التي أقيمت بمناسبة مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية بحضور عدد من الإعلاميين والمعلقين الرياضيين العرب، أين تم التطرق إلى تاريخ التعليق الرياضي في العالم وخاصة في الوطن العربي والمحطات المفصلية التي مر بها. نظمنا دورات كبيرة، شاركنا في دورات أولمبية وكذلك كأس العالم سابقا، كان عندنا فرق عربية موحدة للمعلقين، فارتأينا وأنه نخوض في هذا الموضوع على هامش الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وطبعا شفنا وأنه هناك مدارس شمال إفريقيا، مصر العربية والدول اللي مجاورتها، الشام وكذلك منطقة الخليج العربي، تختلف في المدارس. مثل هذه الندوات يعني تعطي إضافة كبيرة للمعلق التونسي، سواء كان معلق إذاعي أو تلفزي، بالنظر إلى القامات الموجودة والتي حاضرت في هذه الندوة، طبعا من مدارس الخليج، أيضا من مصر، أي كذلك من المغرب، كلها مدارس في هذه الندوة حاولت أن تقدم ربما لمحة عن التعليق الرياضي في الوطن العربي. التعليق الرياضي العربي حظي بالشرف أن يكون موجود في هذا المهرجان، واعتقد ان الاخوه الذين اشرفوا على هذه الندوه معناها كانوا ممتازين، وتدخلات الزملاء والزميلات في هذه الندوه معناها قدم الاضافه. التعليق الرياضي التونسي في حاجه الى مثل هذه الملتقيات لمزيد التشبع، ما نقولوش معناها باش يحفظ، على خاطر الحمد لله عندنا مستوى راقي، لكن مزيد التشبع بقيم التعليق الرياضي. وأبرز التساؤلات التي جاءت في هذه الندوة هو هل يمكن اليوم الحديث عن مدارس متعددة للتعليق، أم هي مجرد أساليب للتعليق تميز المعلق عن الآخر؟ التعليق فأخطى خطوة كبيرة، لأن التعليق لا يمكن أن نفصله عن منظومة كرة القدم بصفة عامة. هناك الملعب، هناك الجمهور، هناك الحكام، هناك اللاعبين، وهناك الذي يوصل المعلومة خارج الملعب وهو المعلق، سواء الإذاعي أو التلفزيوني أو من الصحافة المكتوبة. تم اختلال، خلينا نقول مبدئي، أولا التعليق النسائي، ولو ما نحبوش نقولوا تعليق نسائي وتعليق ذكوري، لكن يلزم يكون حاضر أكثر في اختيار، ما يلزمش تكون يعني محاور مدارس ومدرسات. طبعا المدرسة النسائية، طبعا نحن محور اليوم مدرسة، وين المدرسة النسائية والتجربة النسائية؟ تعرضوا لها بعض الأخوان مشكورين وحكوا على المدرسة التونسية، ونحن كنا مدرسة تونسية رائدة، لكن الرأي كان بالأجر تكون تضمن في المداخلات بتاع يزم يعرفوا جي في بالهم. ركزنا برشا على اللغة، راه هنا معناها موضوع غلط، نحن كلنا نتكلم اللغة العربية، ولهجاتنا هي لهجات معناها صادرة على اللغة العربية، ولهجاتنا كل لهجة فيها ريق وفيها
نقولوا احنا رونا تم فوارق على مستوى اللهجات المصطلحات بين ابناء الوطن العربي الكبير والمشاهد العربي، معناها ضايع بين معناها اللهجه الخليجيه، معناها اللغه المستعمله في شمال افريقيا، وايضا اختلافات حتى على مستوى التكوين بين المعلقين في المغرب العربي اللي قرب برشا من اوروبا على مستوى اللهجه، على مستوى معناها ايضا استعمال حتى اسماء اللاعبين والتكوين. على ذلك يلزم معناها يلزم برشا عمل من جانب مثلا اتحاد اذاعه الدول العربيه في توفير مثل هذه الملتقيات. كانت في تونس بادره طيبه من خلال يعني صحفيين غادرونا الان على غرار اسماعيل تريكي، ابراهيم المحواشي، زاهد قدسي من العربيه السعوديه، وكذلك الكابتن لطيف من مصر، واصدروا كتيب يعني باللغه العربيه توحيد المصطلحات العربيه، وتم الاستئناس بهذه التجربه، ولكن للاسف الشديد لم تعمر هذه التجربه. وان كانت مثل هذه الندوات مهمه في محاوله لتطوير التعليق الرياضي وتبادل التجارب، فهل هي كافيه لتجديد قطاعا اصبح يحظى باهتمام كبير من كافه الشرائح؟ من اختتام فعاليات مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية، التأم حفل توزيع جوائز التبادلات الإخبارية والبرامجية الإذاعية والتلفزيونية مع تكريم رؤساء ومقرري لجان التحكيم. الحفل تضمن أيضا تكريم خاص للراحل بلبل الإذاعة التونسية نبيل بن زكري. أشعر بالسعادة الحقيقة الغامرة بهذا التكريم العربي، ويعتبر مهرجان الإذاعة والتلفزيون في دورتها 23 حدثا ثقافيا مهما وبمشاركة عربية واسعة، أصبح ملتقا لكل العرب، والاتحاد إذاعات الدول العربية هو من مؤسسات العمل العربي الناجحة التي اعتبرها ناجحة لأنه مستمر في التواصل مع كل هيئات الإذاعة والتلفزة في الوطن العربي. أنا سعيد بهذه المشاركة وهذه الفائدة وخلق المنافسة ما بين هيئات الإذاعة والتلفزيون العربية للحصول على، ليس الهدف حصول على جواز، إنما إنتاج نوعي يرقى إلى مستوى ما يستحقه المشاهد والمستمع العربي. تقييم المهرجان يعني هو في العادة نحن لا نقيم المهرجان لأنه نحن أهل المهرجان، وعندما نتحدث عن مهرجان بهذا الشكل بهذا الحجم بالتأكيد هو مهرجان كبير، ويعني الذي حصل هذا العام هو كان هناك شيء لافت، هذا الإطار الكبير الذي جمع هذا الكم من الإذاعيين والإعلاميين والتلفزيونيين العرب. فبالتالي يعني عندما نتحدث عن شيء هو لنا لابد أن نكون منصفين اتجاه هذا الشيء. نحن نريد من الآخرين أن يقولوا لنا يعني يقولوا لنا أو يعطونا النتيجة التي نستحقها اتجاه هذا الإنتاج الكبير الذي يحصل خلال هذا المهرجان، ولا سيما في تونس. وهنا أريد أن أشدد أن أفضل المهرجانات هي التي تقام في تونس هنا، فما بالك بهذا المهرجان الذي يعني قدم الكثير 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 للعرب وللإعلاميين في الوطن العربي، وهو أنصف الإعلاميين في الوطن العربي. المشاركة تاعي كانت مع الإذاعة التونسية وتحصلنا على الجائزة الثانية في المعزوفات. احنا قدمنا أغنية مع المطربة جيهان جلاسي والشاعر الكبير بشير لقاني، وقدمنا المعزوفة الموسيقية اللي اسمها تم يقت، الأغنية اسمها سر الجمال، والأغنية والمعزوفة اسمها تم يقت، وهي من ألحاني ومتوزعي أنا.
طبعا حصلنا على الجائزة الثانية وانا فرحان برشا بهالتتويج هذايا اللي هو بالنسبة لي انا تتويج اكثر للإذاعة التونسية اكثر لي كفنان، ويعني فرحان برشا بهالتتويج هذايا بالنسبة للإذاعة التونسية لانه مشاركتي كانت مع الإذاعة، يعني اسمي انا جي في درجة ثانية بالنسبة للإذاعة التونسية. المشاركة في الأسبوع الاتحاد الإذاعة الدول العربية الاتحاد التلفزيون الدول العربية، وهذا تتويج كبير بالنسبة لي أنا، يعني فرحان برشا بصراحة. إلى ختام موعد نشرتنا، إلى اللقاء.